صور مزيان علاش بقات ترعد فيا ولا يمكن انا كنهضر هنايا انت كتصور لي ايه كيدير انا خوتي مزيان فيها بالله جلست على قبل جلست على الاخر وانا مطيره في الشخطيه لما ندير لها الكورة كتشوف كتشوف لما ندير لها الكورة ماشي مشكل المهم مازال الساعة مازال المغرب حمي ما راه واكلين ماشطين ماشطين هذا خوتي هذا اللي وحلات له الباي اللي وحلات له الباي اخوتي معيش ما نقلب عليها ما لقيتهاش ما قلهاش براسو لا ماتش لا ما نعرفش قدرت تطحن بشويه بشويه يا انت نقرا لونك سي 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 دي عمي شي انا كنصور واه غنجيب صغار هذا والله تطيح لي التليفون عم صغار اما تيومي وريهم راهي الفوق وريهم الفوق وريهم السقف ديال السجنة انا حيدت اخوتي هذي تخلع يا شكون هي ديك الحمام الصفراء صور صور نيشان صور مزيان هكا صور فيديو صور لتحت هبط لتحت حتى الرعيه راه خصها تلبس شي يعني مازال نسيت جوج ديال الفراخ نزول اطلق اطلق انا ويت انا بس هما الدرجه باش من يشتو زمان هذا سام يا الاخوان احنا عندنا ندير ثلاثة الحمامات حنا نجيبوهم باش نديرهم داخل العداد باش يتعمرون بسلامة تشاو تشاو شداد سي انت قسمو انويك سي اوزي تعالي صور مزيان صور مزيان واخا عمي سيرات بروكات هاي رجع طلع طلع واخ عايزي تنصوك اطاح اطاح ياسر لا اتدخلي اش بغيتي تصور تشبه راهي في الصور اطاح واخ وياسر اه نعم اطلق لي اطلق لي كوليكسيون اطلق لي تخيل هاي سيد تخيل لو طحلت التليفون سنة يصير هلت لا طحلت التليفون سنة يصير هلت راسي وتمنى تتفايل عليها تا قصيد من وحده اوكي نصور صور صور نصور تاع القفز تاع القفز تاع القفز تاع القفز طلع شفت التليفون شفت التليفون تبع القفز ها هو طلع حيد انت او 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 هل جاجا ايه ترى سير ها عشان ما لقاتهم في الصور انك شي مزيان وين شو وصلنا علي ما علي شو دار المهم الدفعه الاولى ديال الفرخ اخوتي اللي عاد تحفظ تحفظها هذا اللطير اللي عاد يحفظ البلاصه ان شاء الله بحول الله واحد 3 ايام وديك الساعه نخرجهم تدريجيا وعاوتاني الاخرين عاد يجيو اجينو بتهم وصافي هذا هو البرار اخوتي كما درت العمليه فاش لا ما نصوب ولا شي مسالة حتى شي حاجه حيت الشبكه من هنايا درتها تماك خصني غير نقلبها باش نردها خضر فيها الشاشه خاطر تقطع ماشي عندناش المشكل هنايا تقطعات لي وحده اخرى من
دوز ديك 3 سنين ديالها وشي واحد اخر. صافي بغيت خصني شي واحد يعاونني فهمتيني، ما كتبقى توحل ليا في الطباصل، خصني شي واحد اللي يعاونني، وخصني ندير تماك خشبه ومن هي هات خشبه ومن هي فهمتيني باش تجي عاليه وهابطه وداك الشيء مرون عندي خاصني نصوب. المهم الريحات ديالنا هما هادو، هادو راهم كلهم تفطموا ولكن مازال نرجعو لوالديهم. هادشي اللي كاين، داك ودنيه كشبان، ودنيه كشبان، هاديك اللي تفرانو بويض، عندو جوج اللي نص بويض نص وحلة. الله يجعل البركة خوتي، نهبطوهم، يجعل البركة، كل واحد نحطو لفراخو، اللي بغا يشربو يشربو، اللي بغا يوكلو يوكلو، إوا البويض ليهم، ليهم الله وأنا، راني موكلها موكلهم مزيان، خشوم بالماكلة، مساكن كيما وسخين، حيت كانو كيجبدوهم بواحد الحديدة مصديها، صدات لهم البيضة. كيله ديال داك البايا صاحبي ديال وحده في هذا، واش هذا لا في الاخر؟ هذه هي المشكله. دابا دابا تفرتت المعيده، هي المعيده كتفرتت الشقوبيه بعد ما تفرتت لك البلاستيك. والله ما عرفتش، كل نهار تضمننا شويه امي لا عاش عرفو راه تصدمات، الى بقى الى ما تعرفو عرفو راه تشخرقات له المعيده. الله يدير الخير. شي بيخ ميرين هاد الحامضة هادي خاسرة، بقيتها غير في الزنقة، لكن راها فيها النبق ماشي الماء، وهاد الماء بعد من تشات منها. المهم ما كاينش الحامض، كاين طوليا من ديك المره فزكت لهم، فزكت لهم بمقطع الاعشاب بالعشيه، جوج المرات كان نفز لهم بمقطع الاعشاب. أنا طلعت على داك الفرخة صاحبي والله هي ما رجع داك العصا ديال 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 القرفة الخوش. عرق السوس عرق السوس والفود الروش الرجرا يوميا كنديرها للغير، مبغيتش نخليها لهم تما في الوكالة ولا شي حاجة، يعني خاصها تكون في حيشة وأنا ما فيها راجل نخسر الفلوس ديال العلافة ديال الحكمة، بعد كلام زمان اللهم لا ياكل الماكلة وهي نصا، وياكلوا هاد السيف عليهم، كاين اللي مبغاش ياكلها ياكل. ها اللي كنت خايف منه وقع، شوف شوف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذا ما عرفتش واش عقلو باه ولا عادي ضربو تا هو مع هذاك الدكا شوية معكس، تا كيفاش درتي تا كلت، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ربعوه، والله العظيم إلا تعداو عليه.
حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا دبرت في شوكة، أنا دبرت في داك الأنبوب ديال الشوكة، كنت محافظ عليه، حيدتو. المهم غنركبو هادي هكا، هادي راه تقبتها من هنا، بالك مزيان تقبتها من هنا بالميش، ها ولات كتخرج، كانت مسدودة. هادا نورمالمون خاصني نديرلو الكولا، والله قال ما عاوتاني يوحل تماك. أبراك يا معلم عندك نهرسو. هذا هو الفرخ اخوتي اللي صرت ليا العمود ديال المصاصة. دكس دكس هذاك اللي صوت دابا، الله هنا بخير دخل مزير، كاين لا كولا لا والو. دغيا كيخرج منو الماء، المنبو ديالو واسع، نزيد واحد شويه. حتى راه وكلتهم البارح بزايد، راك شوف الفيديو تبارك الله، قلتهم من فوق. صافي هاضمين تبارك الله. هذا ما نعرفش واش داك العمود بحال دابا قبالات قلبتو، كنت هنقرتو خاويه ما فيها لا ما لا ماكله والو، ما كنتحسش بداك العمود. باينه واقيلا هضمو والمعده ديالو طحناتو خرجوا فضالات. صافي خوتي هذاك الذكر ان شاء الله بحول الله على النهار غادي نطلقوا الاخ عبد الرحيم الله يجعل البركه. باش ينبر اهي 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 اشش مالك حنين انت مالك يا مالك عينك خرجوا. او دعوا عشان يطلع لنا فوق دارنا. هبط صاحبي هبط هبط اهبط. شنو باغي شنو باغي؟ نعلم يا حشو. اهبط اهبط اهبط. كيخبش اصاحبي كيخبش. فلا بسالة كيدايا. السلام فيكم، هذا اباء بالتبني. الله فيكم وكيف الله فيكم. كنت شارب غير الماء وقليل من الاكل. اخرى راه شافوني يهربوا. شوفوا واش وكلوا ولا ما وكلوش. لا والله ما واكل. غنبزو سير دابا فوقاش صبرالو هذيك فوقاش يكبر له الشعر. عيني ماشي مشكل دابا وياك باش تعلم لامك تهبط انت وخوك لهاد الشيء دابا. هادو صافي بركه، الله يجعل البركه، الله يجعل البركه. غادي نبقاو نوكلو هكذا بيدينا وصافي. صافي عندك شهادة، شهادة الله يجعل البركه. احنا ندير امك نقارو ماضي، انت شهادة ونقارو ماضي يا صاح. شنو صافي كلشي كينقب تا هادي كتنقل. ويتك 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 ويتك. كيتهلا فيكم باكم ولا والو؟ هاد المجرم هذا كيتهلا فيكم. الله ما عرفت شكون فيهم اللي غادي يبقى يطلع ليا عاوتاني فوق ظهري.
عرفتش هذا ولا هذاك؟ هذاك خارج محارق. خارج محارق. لا عاوتاني خارج محارق، الآخر لا، هذا محارق. مسكين مغوش. فين اخوتي خويا؟ فينكم لاباس عليكم؟ هذا اخوك انان يا نقول لك، هذا انان راه كان كياكل عليك. عرفتش كانت كتجي امك ولا باك كيسبق راسو هو الاول، كان كيغفل عليك مشيني كيكفر عليك بجناحو. ما عندي ما ندير لك، المهم لاباس ملي خرجتي بعدا مزيان. انا كنت كنقلب كياكلو اللبا. فين العشيوة؟ هاد المحارق ديالهم. هذا لا هايدي شوفوا ولدك انطمع عليك. ما يسخر يا تسخر لينا ولا جامي. مشكلة مع هاد الفرخة. شوف نتوما ضربات وعاوتاني الشي من قارها كيحمر، راه زاد تفتحات الجلد اخوتي. مشكيله وصافي الله العظيم الى حريق. هاد البيضة اخوتي راه خسرها شي كيزرقات شيهم، حيت كانت مشقوقة ديجا لهنا. انا السبب فاش شقيتها كنت دايرها في لعبة الماكلة، خاش هاد الماكلة ديك الطاسه باش كنهز الماكله بها ديك الكاس رميتها وكيجي عار عليها خاطرت لها البزاق والو. ايوا ماشي مشكل، نحيد لهم البيض ونقلب لهم الطاجين. والله ما كتمرك بالله، حيد حيد اصاحبي انت دير بحال لاصقه. الطاجين واحد اليومين ان شاء الله بحول الله نردو لهم الطاجين كيما ولا غير لغد لي غير حيد القرق. صافي الاخر راه وكلت قبيله عرفتي، راه رجع لي صباعي كله بنايات ملي كان مع راسو كان دابا راه يبس له راسو. ما درت له والو خوتي، الله ما درت له شي حاجه، يتشافى الراس. خصني نقلب البيض ديال هذيك خيتي وداك هاد خونا في الكرونة. بسم الله، هايدا صاحبي راه تجيب النخوة في البيضة تبارك الله معرقة. معرقة هادي الله يسخر. حيد حيد دابا راه طلعت عليهم غير باش نشوف شنو كاين وصافي. شوف الكلب ولا داك مزيان العروبي، حيد من هنا بس كيطيعوني في الماكلة الفراخ. حاجة لي مزازات لهم شي كيحطوها على برا. تبقيتي بوحديتك خوك راه كيعاني مسكين، يعاني في صمت. باين هذاك 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 الطوبي هذا ولا ضربو. ايوا واش دير شابري مسكين وصف. ان شاء الله يكون بطال هذا قريعه، نسمي عليه قريعه قرعوا ليه راسو. هادو قبالات انا وكلتهم واحد الشويه بس تشربتهم من الماء. باهم راه فين حاضر شوفوا هاد الفريخ هذا نفخاتلو ديك جيت عينيه من فوقين ديك الدورة ديال الراس مرفوخة. ايوا ولا
حول ولا قوه الا بالله. شش عيني شن تبت شعيني خرب قوه يا اخويا العفو تبت 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 دابا يبرى ان شاء الله بحول الله ولكن سير فوقاش ينبتلو الريش تماك في الراس من فقرة عادي دابا يتفش ان شاء الله بحول الله المهم عادي نوكلهم بقى شي 30 دقيقة للمغرب هكاك ياك ابو راس قرع الراس عطشتي هذا لقيتهم تحت الكاليبوتي هذا مصايب الحال شي ودني كي كتبان عندك الزغب تما عندك هذاك لتحت وهذا اللي خوه تعطب وهذا الطب مفتوح كانوا ثلاثة بيهم لتحت حمقوني مي تحمقوني بالله وجبت هذا وجبت هذا وخرجت وكلت الفراخ اللي عندي على برا وكلتهم ودابا ملي جيت نفيريفي كنلقى الفراخ هذا ما كاينش ويلي هذا جبت عاوتاني من تحت حماق العقل صافي اخوتي دابا الفراخ هنايا كلهم يتفطموا الا هاد الجوج هذا كما قلت لكم ديك النهار صافي الله يجعل البركه باش والديهم ما يضروش سنين خصني ديسباتشي شوية هادو مازالين هادو مازالين هادا خوه الله يجعل البركة هو دا خوه راني كنعاون خوهم في الماكلة وصافي اما راه الى جيت نعول عليه هو غادي نخرجهم ضعافين بغات نهبط لهم ديك الطاسة الماكلة بقاو ينقبو ولكن عادي يجي الحمام الاخرين ياكلو المهم سميتو ما كرهتش هاد الوكر هذا التخوا الله يجعل البركه ديك الشيء انا تيا انا هما كيحطوا البيض كنحيدو لهم هذا شوف هذا اه هو دير مبك حيد ما العظيم الى ماضي حيد صاحبي العفو لله المهم ما كرهتش الفراخ سميتو باش نبقى ندخنهم بالسبوتنيك فهمتيني دابا وقت الحفاظة ديال الفراخ وفي نفس الوقت عندك الاخرين هادوك اللي من الهيهات ولا هادو راه قادرين يطيرو فهمتيني يطيرو هكدا باش الميترو بحال هكداك فهمتيني يعني باش انني من نهبطهم من هنا ماشي يتردخو من ندخلهم بالسبوتنيك ماشي يتردخو يهبطوه ويكملو بجناحو وتما تسمع زرد الله في الدف وداك البويض خلاص راه يطيرو يطيرو شو هذاك القرع اللي معاهم خاصني ضروري منين عادي نخرج الفراخ توكل مزيان انت لا عطيه غير خصهم يشربوه فهمتوني اخوتي يعني خاص ضروري الحمام يتعلم الدخله ديال السجنه فين كاينه باش انني نحيد هذا البكر هذا اللي قبلتكم باش يبقى فيني ولا كنسد عليهم تما كنعطيهم سميتو الماكله والماء تماك ونفرقهم مع ذاك الكره وصافي داك الذكر داك الزوجه تتحيد هادشي اللي كاين هادشي كامل يتحيد اش هاد النهار هادي غادي تشد البيضة التانية اخا عبد الرحيم مجاوبنيش في التليفون معرفتش مالو كتصون عليه والو شنو نتا كتسخر باغي تحط البيضة هادي هادي البيضة ديال البلاستيك اليوم غادي تحط البيضة التانية هادو مازالين حيت لا البيض ديالها
الله الله. هادو اللي قلت لكم كيطيروا، كيطيروا من تماك للفوق يعني، هادو الله يجعل البركه صافي، الله يجعل البركه. قلبوا هذا واش واكل مزيان ولا لا، والو خوتي غنوكلو انا بيدي وصافي. المهم الخوت هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، ان شاء الله غير فراسكم تشوفوا فيديو جديد ان شاء الله بحول الله، الفيديو القادم ان شاء الله بحول الله غادي صافي الفراخ غادي تشطمو، الله يجعل البركه خوتي صافي. هذيك الوقت غادي يبقى تماك، نقدر ديك النتوه هذيك اللي حضرنا على ديك البيض، ما عرفتش واش ديك البيض غادي تصدق ولا ما تصدقش حيت كانت شقات. ماكذبش عليكم اخوتي، وكل ولادك وكل ولادك قبلتهم بحال. المهم نتمنى الله الخير هادشي اللي كاين. يلاه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.